حيا الله اخوي احمد. اهلا وسهلا. الله يحييك الله يعافيك يا عم ابو معمر. تضامنا مع استاذ صدام ابو طايق. الله الله. ايضا للقضيه الفلسطينيه. فاقول حكام العرب، حكام العرب ما بيكم القام، فزع من اجل غزه وهذا واجب، واذا ما همكم الصارف فلسطين زينوها الحواجب والشوارب. ما اصلا ما عاد حكام العرب ما بيكم القام، فزع من اجل غزه وهذا واجب، واذا ما همكم الصارف فلسطين زينوها الحواجب والشوارب. مواقفكم صفر من عد الارقام، قبل مو هسه من حرب الميادين، ابو وقت ردناها منكم بس تكملون واحد بس مع 39. مواقفكم صفر من عد الارقام، قبل مو هسه من حرب الميادين، ابو وقت ردناها منكم بس تكملون واحد بس مع 39. مشاهد تصدمك وتحير الكون، مشاهد تصدمك وتحير الكون، شو سولف لك عليهم والعمر ضاع من كثر الجثث ما ظلت قبور، تخيل عكس قاموا ودفنوا القاع. الله الله الله. احسنت احسنت. الله تحية لأرواح شهداء غزة والشفاء العاجل لجرحاهم. يا الربع لا زال العدوان مستمر والقصف مستمر